واحد بيقول كيف لي ان اعرف ارادة الله في حياتي، فان اريد ان اخطب فتاة وصليت الى الله ليرشدني، فكيف لي ان اعرف ارادة الله؟ ربنا بيترك لك الحرية في حياتك تختار ما تشاء في دائرة معينة من الحكمة ووصايا الله، لكن كل حاجة عايز تقول اعرف ارادة الله هيحصل لك بلبلة في حياتك، وكل خطوة تقول عايز اعرف ارادة الله فيها. لكن يعني اللي يريحك هو ان ارادة الله تتم في جو من السلام القلبي الكبير. يعني لو كنت مضطرب من الداخل يبقى لسه ما تقولش دي ارادة الله، وان كنت متردد من الداخل ما تقولش دي ارادة الله. استنى لغاية لما يملك السلام على قلبك تماما، في الحالة دي ممكن تكون ارادة الله.